كثيرة هي المناسبات التي نردد فيها عبارة في 60 دهية في حياتنا اليومية للإشارة لعدم الاهتمام واللامبالاة على ما ضاع أو فات، ولكن المعنى والمقصد الأصلي لقصة هذا المثل مختلف تماماً. فهذه المقولة قالها قيس بن المكشوح في حادثة في اليمن، حيث كانت الحروب قائمة فيها بين قبيلتي مدحج وهمدان، وكان الانتصار دائما من نصيب قبيلة مدحج، ما جعل من قبيلة همدان تلجأ إلى الاستعانة بالفرس لإعداد الخطط والترتيبات للإيقاع بقبيلة مدحج. وللثأر لنفسها دبرت قبيلة همدان حيلة، واتفقوا على أن يقوم رجالها باستدراج مشايخ قبيلة مدحج الذين عرفوا بالذكاء والدهاء وطرح فكرة الحوار بدون حمل السلاح. وبالفعل نجحت الفكرة، ووقع 60 شيخا من كبار مشايخ قبيلة مدحج في الشرك. وعندما حانت اللحظة قام الهمدانيون بقتل المشايخ، ونتيجة لهذه الحيلة تفرقت بعدها قبيلة مدحج، والتي كان أحد فرسانها هو قيس بن المكشوح، وقرر الانتقام والعودة لليمن وقتل كل شخص ينتمي للفرس أو ينتمي لقبيلة همدان. ولما عاتب الناس قيس على الخراب والدمار وسقوط أعداد كبيرة من القتلى، أجابهم قيس بالمقولة الشهيرة، وهي في 60 داهية، والمعنى أن كل من قتلوا وماتوا وكل هذا الخراب مقابل موت 60 داهية من دواهي قبيلته.